يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لحصول أجر القيراط هل أنتظر إلى الفراغ من الدفن؟ يقول للحصول على أجر القيراط هل لابد من الانتظار إلى الفراغ من دفن الجنازة؟ نعم، الأجر الكامل إلى أن يفرغ من دفنها، وإذا صليت عليها فقط ولم تتبعها للقيراط، إذا صليت عليها وتبعتها فلك قيراطان إلى أن تدفن. نعم.